توفي رجل منذ أكثر من 15 سنة. هذا الزوج ترك زوجة وأبناء. يحدثني أحد هؤلاء الأبناء فيقول: أنا لم أزل منذ أكثر من 15 سنة لا أخذ المصروف اليومي إلا من جيب والدي. ماذا فعلت هذه الزوجة الوفية؟ هذه الزوجة لما توفي زوجها وضعت ثوب زوجها معلق في نفس مكانه الذي كان يعلقه، وضعت داخله المحفظة حافظة النقود، فكان الأبناء إذا أرادوا مصروفهم اليومي تقول لهم: اذهبوا وخذوا الفلوس من محفظة أبيكم. يقول: تعلقت قلوبنا بأبينا مع أنه كان متوفي. ما هذا الخلق؟ إنه خلق الوفاء. وفاء هذه الزوجة لزوجها حتى هو متوفي، أرادت أن تصنع له اسما داخل البيت، إنه الوفاء. ذكرني هذا بوفاء أعظم وأعظم، إنه وفاء المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا. عندما كان صلى الله عليه وسلم يذبح الذبيحة يأتي بالشاه فيذبحها ويوزعها على صويحبات خديجة رضي الله تعالى عنها، إنه الوفاء أيها الأحبة. ونحن في رمضان أيضا نريد الوفاء. ذلك الزوج الذي ينظر إلى زوجته وهي تصنع الطعام وتجعل تلك السفرة العامرة، ثم ما يكون إلا الوفاء والشكر على ما صنعت هذه الزوجة. دمتم بخير وكنتم دائما أوفياء.